حرامي حرامي في البلد، لاعب البلد وخارب البلد. بس يعني المحاكمه احنا مش شايلين ناخد اهو، يعني المحاكمه دي عادله؟ لا مش عادله. انت كده هتعمل يا عم، ما تخافش. ظلم، ظلم ان كل دون ياخد براءه ليه؟ حرام. الناس اللي ماتت ديت في التحرير تعمل ايه يعني؟ ها؟ اهاليها تعمل ايه؟ فرد مبارك في العدل من الاردن كان يتحكم عليهم بايه؟ اسال بقى. كان يتحكم عليهم، لا ما يقدرش يتحكم، حتى عشان الناس وعشان الشعب، حتى لو كل واحد 5 سنين ها؟ كانوا راضوا الشعب وراضوا الناس، كانوا هيولعوا الشعب اكتر. صح جدا. هيولعوا الشعب اكتر. انت بتقولي على جمال وعلاء عشان مبارك اتحكم عليه بالمؤبد خلاص. لا انا مش على علاء وجمال، انا على الناس اللي هي المساعدين دي اللي كلها خدت براءات. حتى عشان يرضوا الشعب، يرضوا الشعب لو كل واحد حتى 5 سنين 3 سنين، لكن كله ياخد براءات. لما دي معروفه برضو مبارك وحبيبي الزفت العدل. ها؟ ده كان حد اعدام في ميدان عام. طبعا انت مش عارفه انا بتكلم كده ليه، عشان انا ليا في الشهداء. حد قريبك يعني يا حاجه؟ ايه؟ حد قريبك؟ اه قريب. اسمه ايه ولا؟ ما بعرف اسمه بقى. رنا. عايز اقول حاجه يا حاجه؟ طيب والاحكام الثانيه طب عامل 2900 سخن الجمال وعلاء براءه. انا مستغربه للحكم هم خدوا برضه براءه لانهم كانوا مشتركين برضه معاهم ان خراب البلد وكده. انا مستغربه ان هم خدوا براءه، يعني خدوا براءه ازاي؟ يعني شايف المحاكمة ده غير عادي للمرة، وتوقعاتك ايه اللي هيحصل السيناريو اللي جاي؟ طبعا يعني هو المحاكمة ديت هيهيئ فينا تاني، فينا احتكاك وفينا وسط حتى لو احنا فين. نبقوا مسلمين مع بعضنا ونبقوا في الألمان والدين مع بعضنا. صح. ها؟ ناخذ سكن حلو وناخذ تعالي كده تعالي كده نتجوز عيالنا ونتجوز بناتنا ويخطوا لنا السكر وعطينا 45 جنيه هيعمل لنا 45 جنيه اللي معاه عيلين 3 4. قلت له ايه؟ ده خلاص انا قلت يعني كل اللي خد حكم دوت علاوة ومبارك ما تروحش براءة ياخدوا حكم. هم جابوا حكم ابوهم معلش الراجل الكبير خلاص في شفيف في ظهرهم طبعا الله يحميهم. انا ما انت عارف في الاخر بالدنيا شفيف. ربنا يستر ربنا يستر يا رب يستر. كنت بقى متضايق يعني؟ انا زعلان اساسا عشان يعني دي كوسة؟ يا